بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 54 وفيه 20 بابا، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين، مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الباب الأول بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه، الحديث 387. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. حفت، وفي رواية حجبت، تنفع الاثنين. حفت يعني ايه؟ يعني احيط بسور حولها، وحجبت يعني حجبها الله ايه؟ بالمكاره. يبقى حفت وحجبت بمعنى واحد. ومعنى حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وهي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الجنة لا بد أن تخالف نفسك وتخالف شهوتك حتى تطيع ربك وتتقيه وتراقبه في كل أحوالك ولا تسير على هواك. وهذا مكروه عند الإنسان لأنه يجاهد فيه نفسه، فهذه الكراهة التي يواجهها الإنسان عند ملازمته للعبادة ومواظبته عليها ومجاهدة نفسه عند لقاء الأعداء وعند قول الحق ولو كان مرا، وعند الإحسان لمن أساء إليه والعفو عن من ظلمه، كل هذا صعب على النفس، مكروه، ولكن هو طريق الجنة. فتجد معظم الأشياء التي ترضي الله تجدها صعبة على النفس، لأن الله يرضى منك أن تسامح من ظلمك، وأنت يصعب عليك أن تسامح من ظلمك. الله يرضى منك ألا تغضب ولا تنتقم عند الغضب، وأنت يصعب عليك أن تقاوم الغضب وأن تمتنع الانتقام ممن أغضبك إذا كنت قادرا عليه. الإنسان يشتهي السلطة والمال والشهوة والمظهر والظهور والسيطرة، وكل ذلك لا يحبه الله من العبد، فعليك أن تقاوم ذلك. فمقاومة ذلك كل يوم مجاهدته مكروه على النفس، وهو الذي إذا اخترقته بمجاهدة النفس وجدت نفسك في الجنة. فعليك أن تخترق ذلك كله ولا تسير مع غيك وشهواتك ورغباتك بلا ضابط، لأن إذا فعلت ذلك وجدت نفسك في النار، نار الشهوة ونار المعصية ونار العقوبة. وعلشان كده شوف حديث النبي بيلخص لك كل الحكاية بأربع كلمات: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. ولذلك لما علم ذلك السادة الصوفية قاموا خير قيام على مجاهدة أنفسهم ومخالفتها وضبطها على طاعة الله والصبر على ذلك، وفطموا أنفسهم عن المناصب وعن حب الظهور وعن السيطرة وعن حب الانتقام وعن حب تحصيل الدنيا، وزهدوا في متاعها. كل ذلك لأنهم فطنوا ذلك وفهموا ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بمددهم وينفعنا بأنفاسهم وبركاتهم. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا شبابة قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وقال سعيد أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني الجنة فوق كل تصور، نعيم الجنة فوق كل تصور، فوق خيالك التصور والخيال، وعالم الخيال ده عالم لا حدود له، هو أوسع العوالم التي خلقها الله، عالم الخيال لا يوجد أوسع منه، وهو عالم من العوالم لا يحتاج فيه الإنسان إلى أسباب ولا يحتاج الإنسان فيه إلى قيود، فعالم الخيال خارج عن القيود وخارج عن الأسباب، تستطيع أن تجلس بلحظة تتخيل نفسك في أي مكان دون أن تنتقل ودون أن تبذل أي جهد، فعالم الخيال لا يفتقر إلى جهد ولا إلى أسباب، فهو أوسع العوالم التي خلقها الله. وبالرغم من ذلك الجنة أوسع من ذلك بل فوق ذلك، يعني فوق ما تتخيل وفوق ما تتصور، فهمت؟ فسبحان الله. وعشان كده ربنا قال إيه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة، يعني مهما تخيلت نفس عندها قدرة على التخيل مهما تصورت فالجنة فوق هذا التصور والتخيل، فسبحان الله. فنجعل الله، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. وعن أبي قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا، يعني ذخرا مدخرا لهم، ذخرا يعني مدخرا لهم، بلها ما أطلعكم الله عليه، بلها يعني معناه دع عنك ما أطلعكم الله عليه، يعني حتى وصف الجنة اللي انت ربنا أطلعك عليه الجنة فوق هذا الوصف كمان، يعني دع عنك ما أطلعكم الله عليه من وصف الجنة حتى في القرآن، لأن وصف الجنة في القرآن قيد باللفظ، والجنة فوق حتى قيد الألفاظ، نعيمها فوق قيود الألفاظ، لأنها في عالم المعاني وفي عالم الأذواق، وهذه لا يحدها لفظ ولا يحدها وصف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بلها، يعني دع عنك، يعني لا تقيد نفسك بما ورد من ألفاظ في وصف الجنة، فالجنة فوق قيد هذه الألفاظ أيضا. أدي معنى بلها ما أطلعكم الله عليه، يعني بلها يعني دع عنك ما أطلعك الله عليه من وصفها على على لسان القرآن وعلى لسان نبيك صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلها ما أطلعكم الله عليه، ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وعن أبي قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر أن أبا حازم حدثه قال سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول شهدت مع رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم اقترأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والتجافي عن المضاجع للعبادة هذا تكرهه النفس من مجاهدة النفس، وعشان كده حفت الجنة بالمكاره. فإذا اقتحمت هذه المكاره وجدت نفسك في الجنة. باب: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. شجرة تمشي في ظلها 100 عام، احنا قلنا ما هي فوق الخيال، اللي في الجنة فوق الخيال كمان، فوق ما تتصور، فهم؟ وبعدين 100 عام بأي سرعة؟ بسرعة الدواب؟ ولا 100 عام من عوام الأرض؟ من أعوام الأرض؟ ولا 100 عام من أي عام؟ فهم؟ وبالتالي هذا تحت قدرة الله، لأن الجنة فوق السماء 7 وسقفها عرش الرحمن. فانظر أنت إلى سعة الأكوان، فهم؟ وبالتالي يعني الجنة فيها ما لا يمكن تصوره. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. لأن على فكرة السنة في الأرض تعتبر لحظة في الجنة، لأن لتفاوت البقاع والأماكن، خد بالك، لأن الزمن في الأرض غير الزمن في الجنة. أنت الزمن في الأرض أنت فين؟ في بقعة سحيقة صغيرة دقيقة في العوالم، والجنة عرضها السماوات والأرض. يبقى لابد ان الشجرة اللي فيها بقى تمشي تحتها، ايه اللحظة اللي هتمشي فيها تحت شجرة الجنة دي لو استها بوقت الارض تلاقيها 100 سنة وشوية. فهمت بقى المسألة؟ فهذا متصور عقلا، هذا متصور عقلا وليس فوق العقل. واعلم ان الجنة فيها فوق تصور العقل ايضا. فاذا دخلت في اوصاف الجنة فلا تجعل عقلك ولا خيالك يحد هذا التصور، فإن النبي اختصر ذلك كله وقال: وإيه ولا وما خطر على قلب بشر، يعني فيها ما لا يخطر على قلب بشر. والكلام ليس فيه على فكرة مبالغات، الكلام ليس فيه مبالغات. إن شاء الله لما نبقى في الجنة هتعرف إن الكلام ليس فيه مبالغات. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد: لا يقطعها، يعني إيه لا يقطعها الراكب. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وعن أبي قال: قال أبو حازم: فحدثت به النعمان ابن أبي عياش الزرقي فقال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر أو المضمر المضمر أو المضمر المضمر لصفة الجواد، الجواد اللي هو الفرس، مضمر يعني معدل الإيه للسباق، يبقى الفرس المعدل للسباق يسموه فرس مضمر. مضمر يعني إيه؟ يعني يربيه بطريقة معينة حتى لا يكون فيه أي شحم، يكون عبارة عن كتلة من العضلات فيسموه مضمر. أو يسير فيه الجواد المضمر، يعني إيه الراكب المضمر
فرسه، تنفع الاثنين. يبقى المضمر صفة الراكب والمضمر صفة المركوب. قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. يبقى 100 عام يعني ما يقطعه الجواد في 100 سنة. فهمت ازاي؟ سنة من سنين الارض يعني، ما يقطعه الجواد في 100 سنة. يفضل راكب الفرس ده السريع ده ماشي بسرعة الفرس لمدة 100 سنة من سنين الارض، لو انتقلت الى الجنة وجدته ما قطع ظل هذه الشجرة. فهمت؟ باب احلال الرضوان على اهل الجنة فلا يسخط عليهم ابدا. يا رب اجعلنا منهم ومعه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا مالك بن انس حا قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. يكفيك وانت في الجنه ان تسمع خطاب الله وان يكلمك وان تجيبه ويجيبك وتحادثه ويحادثك، يكفيك هذا النعيم. ولا يكتفي بذلك بل تراه رأي العين، فهذا فوق كل نعيم. قال إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يبقى دوام الرضا ودوام السعادة ودوام إيه؟ الإكرام. دي في حد ذاتها دوام النعمة، نعمة من النعم، لأن النعمة في حد ذاتها نعمة، ودوام النعمة أمر زائد على النعمة. فهمت بقى؟ فيديم عليهم نعمه. باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء. أهل الغرف دول بقى المقامات العالية في الجنة، يعني المقامات العالية في الجنة أهل الجنة يشوفوها زي ما أنت بتشوف كده الكواكب في السماء. دي بقى إيه؟ دول في جنة فوق إدراك الجنة اللي أنت فيها، اللي أنت أصلا لا تستطيع أن تدرك جمالها. دول بقى في جنة تانية، لأن قدرة الله واسعة لا يحدها حد، وإرادة الله لتنعيم خلقه لا يقيدها قيد سبحانه وتعالى. لأن الجنة درجات، وعدد درجات الجنة بعدد آي القرآن الكريم. عدد درجات الجنة بعدد إيه؟ آي القرآن الكريم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري يقول كما ترأون الكوكب الدري الدريء الدريء. 3 قراءات. كما ترأون الكوكب الدري أو الدريء أو الدريء، يعني بالهمز مع الضم والكسر وبالضم بغير إيه همز. 3 قراءات، وجاء في القرآن 3 قراءات. كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. والأفق اللي هو إيه؟ أقصى ما تراه من إيه؟ من السماء عند التقائها بالأرض، يعني أقصى ما ترى عينك. فهمت؟
وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. والدري معناه يعني إيه؟ شديد البريق وشديد الضوء، المضيء في ذاته والمضيء لما حوله والمضيء لغيره، أدي معنى الدري. يبقى دري مضيء في ذاته، دري يعني يدرأ الضوء منه إلى غيره. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم بالإسنادين جميعا نحو حديث يعقوب. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة من الأفق. الغابرة يعني إيه؟ يعني البعيد الذي يكاد يخفى من شدة بعده، لمعنى الغابر. يبقى الغابر البعيد الذي يكاد يخفى، وعلى شكل في رواية الغائر يعني الذي يكاد يخفى، يعني الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ليست كمان مقامات الأنبياء، ده دول رجال ليسوا بأنبياء إلا أنهم آمنوا بالله فصدقوا وصدقوا المرسلين فاتبعوا وماتوا على ذلك. باب في من يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي. يعني لو رأى النبي وترك أهله وماله، مش فقد أهله وماله، لأن المؤمن لا يتمنى سوء لأحد، لا، يعني معناه يود صحبة النبي ولو فارق الأهل والمال. هذه المعنى اللي يفهمه الإنسان. ليه؟ لأن لا تفهم أنك أنت يعني معناه أن يضحي بأهله وماله ويقتلهم ويفقدهم عشان يشوف النبي، لأن هذا لا يرضي النبي ولا يرضي المؤمن. فهمت بقى إزاي؟ لكن معناه يود عشرة النبي ورؤية النبي وصحبة النبي ولو ضحى بأهله وماله الذين يحبهم ويحب صحبته. فهم؟ والله تعالى أعلى وأعلى، ونشهد الله أننا منهم والحمد لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع نبينا في كل حال. باب في سوق الجنة وما يتألون وما ينالون فيها من النعيم والجمال. وعن أبي قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. طب هو في الجنة في يام؟ ما قول لي يام معناها ليل ونهار وحركة كوكب، يعني كأن في الجنة فيها مواقيت احنا ما نعرفهاش، يعني طريقة مواقيت جديدة احنا ما نفهمهاش، لكن هيبقى فيها برضو جمعة، كل جمعة نتقبل في السوق. فهمت ازاي؟ طب هتقول لي بقى ازاي الجمعة يعني هي فيها سبعة ايام وبعد السبعة ما فيهاش ايام بهذه السورة. طب هتبقى ازاي؟ ان شاء الله نعرفها لما ندخل الجنة. المهم هيبقى فيه توقيتات في الجنة ربنا يوقت فيها اهل الجنة يتقابلون فيها ويأنسوا ببعضهم البعض وكل يتكلمون مع بعضهم البعض ويتحاورون. فهمت ازاي؟ لان الانسان طبيعته يأنس بغيره، فلما يدخل اهل الجنة برضو بيحبوا يأنسوا بغيرهم. فهمت؟ فحيلتقوا برضو لقاء كده في سوق الجنة.
كل جمعه. قال ان في الجنه لسوقا ياتونها كل جمعه فتهب ريح الشمال. ريح الشمال، ريح الشمال يعني لان ريح الشمال عند العرب هي الريح التي تاتي من قبل الشام معها المطر والخير. النبي شبهها بهذا. يبقى ريح الشمال عند ايه؟ اهل مكه هي الريح التي تاتي من قبل الشام تحمل السحاب والمطر والخير والبركه. فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. احنا الريح لما تيجي في الدنيا وتجيب معاها غبار تقوم ايه؟ تغبر وجهك وتجعل ثيابك تتحرك بل قد تزول منك وترتفع وتتسخ اذا كانت كمان مصحوبه ببعض المياه مع الغبار فتتسخ. الجنة بقى ما فيهاش هذه الأقذار. تأتي الريح فتهب في وجهك فتزداد حسنا وجمالا. فهمت بقى؟ يبقى الأمور كلها في الجنة على غير إيه؟ تنغيصات الدنيا. فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا. أنت بترجع من شغلك كل يوم وانت مغبر وعرقان وهدومك متسخة وعايز تدخل الحمام وتغير هدومك، لا، اهل الجنة لما يفارقوا ايه اماكن اقامتهم ويخرجوا للسوق ويتقابلوا ويعودوا يعودوا اجمل مما خرجوا. يعودون اجمل مما خرجوا، يبقى الاحوال في الجنة مختلفة عن الدنيا. فيرجعون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم اهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يعني كلما رأى أهله رآهم أجمل مما تركهم، وكل ما يتركهم ويرجع لهم يشوفهم أجمل مما، يبقى لا يوجد ملل ولا اعتياد للجمال. يعني الجمال ليس ثابتا على درجة واحدة حتى يعتاد الإنسان فينساه، لأن العادة قد تنسيك الجمال إذا استمر على حالة واحدة. يبقى في الجنة الجمال يستمر على صور متكررة بحيث أن الإنسان لا يمله بل باستمرار يراه أجمل مما كان. ودي برضو من خصائص الجنة مش موجودة في الدنيا. الدنيا الحاجة الجميلة تراها هي هي كل يوم حتى تعتادها، حتى أن الإنسان لا يشعر بجمالها وهي جميلة من كثرة العادة. ولكن الله يريد أن يشعرك في الجنة في كل لحظة أنك ترى الجمال، وبالتالي يبقى الجمال يتغير في كل لحظة. ونقف على باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.